وللعاد يبحث مع أمير قطر مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط. بكات الأنباء السعودية واس. أجرى صاحب السمو الملكي للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا أمس بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتم خلال الاتصال استعراض إعلان سمو ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر وما تضمنتهما من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود، ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة واضحة المعالم للتصدي لها من النواحي كافة بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيضا كبيرا في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة. وقدم سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال تقديره لهاتين المبادرتين ودعم دولة قطر للجهود كافة التي تحقق أهدافهما.